الخيط الأحمر وش منور بالنار خيط الأحمر ملعب أخضر للثوار للغياب وللأحمر وللأغلاب خلا خلا محلك ومختار الدار لمجد هالصليب بيضحك البطرك وعاسمه بيرفع مجد لبنان هيدي دير الأحمر الشمس القريبة فوق مثل الحب متوهجة بس الوهج فوق مش من حرارة الشمس الوهج فوق من حرارة المشاعر الناطرة بلهفة غريبة زيارة سيدنا البطرك مثل ما بيقول أهل الدير وأهل الدير يعني عيناتا وشليفة ودير الأحمر والجوار من أكثر من 70 سنة والناس ناطرة هاللحظة ولا مرة عايش الدير هاللحظات النادرة من الفرح الصافي من الإيمان المجبول بحب الرب وبحب هالأرض هيدي عدوى وصلت لهم مثل ما وصلت لكل المسيحيين من بكركي من سيد بكركي يوم كان وبعده لهلأ ملف المضطهدين ومنبر للحق وخصوصا بزمن الاحتلال السوري احتلال وقف عاجز عبواب دير الأحمر بعد ما عصي عن تطويع أولاد الدير مثل ما عصي عن تطويع كل مسيحي بلبنان مؤمن بأرضه البطرك منه مسيح تاني على الأرض ومثل المسيح على الأرض البطرك لما البطرك ما في لبنان أبدا البطرك زيارته لها أهمية كتير علينا كتير مبسوطين بمجيته منحبه ومنشوفه عن يضحك على التلفزيون بمسط كتير بحبه كتير وباينه وباي المسيحية كلهم مش جاي كان حتى يعمل زيارة شميت هوا جاي يبارك هون المنطقة ولازم أهل المنطقة كلها تكون مع موافقتهم وساندتهم ما بحب البطرك ما هو بيصور الله على الأرض وكلنا منحب ومنرحب فيه ونحن نتشرف أنه يجي لعنا نكبر أنه يجي لعنا البطرك على ضيعتنا هذا شيء كتير منيح وقلنا الفخر كبر القلب وبيبارك وإيش بدي أقول لك حلو كتير بحبه كتير بحبه كلمته ثابتي مثل الصخرة بالأرض ونحن منفتخر فيه أهل الدير بعد ما نسيوا اللي حمل وجعهم عنهم ونقلوا للعذراء مريم ولكل المسؤولين بالعالم وبعد ما نسيوا كيف كانوا كل ما يروحوا عبكركي كان يرجع أقل من نصهم بعد ما تعتقلهم الأجهزة الأمنية لمجرد إنهم حجوا لعند البطرك سفير لحظات سعادة نادرة بتعيش منطقة الدير الأحمر المجبولة ترابة بريحة المقاومة وبريحة الورد يلي بتفوح من قبر الأبونا الواعز أبونا بطرس منصف وبريحة الناس الطيبة الكريمة العايشة بالعنفوان وبدها ترجع أرضها وترجع كل اللي تركوها بعد ما غلبتهم ظروف الحياة الصعبة والإنماء الضعيف والمسؤولين الغيبين تماماً عن مسؤولياتهم بالمنطقة مشان هيك قرر البطرك يتفقد رعيته ويدعيها لمشوار تثبيت إيمانه بأرضه هذا الطابع الروحي إذا بدك الرعوي اللي بيعطي معنى لوجود هالناس هون وبيعطيهم شخصيتهم الإنسانية واللبنانية والمسيحية وفوق ذلك أن المنطقة حدودية ومتروك ولك أنا قالوا لي الناس بتضيع ولك بدنا البطرك يجي لهون ويكون على ثقة أنه نرجع كلنا إذا إجا البطرك على ضيعتنا يعني أنه يمر البطرك بضيعة منا سهلة شغلة كبير يعني حافز لأنه هو شو جاي يقلن يعني يقلن اثبتوا بأرضكم حدث تاريخي بالنسبة لدير الأحمر آخر مرة زار البطرك عريضة منطقة دير الأحمر سنة 38 الناس هذه الزيارة بتعني لهم كتير من ناحية أولى تثبيت الوجود بهذه المنطقة يعني بأحلك الظروف دير الأحمر ظلت عصية على كل أنواع الاحتلال ما صار فيها أي تهجير هذا الشيء أكيد بالفضل لأبنائها وبفضل للإيمان الموجود عند الناس هناك خاصة بأكيد بإيمان المسيحي وخاصة الإيمان بالعذراء وبسيدة بشويت اللي هني بيعتبروها هي الحامية الأولى للمنطقة رغم الامتعاض من محاولة البعض إقحام السياسي بزيارة طابعها رعوي 100% إلا أنه أهل الدير ما وقفوا عند هالمحاولة تجاهلوها تماماً خصوصاً أنه الحدث الكبير هو وجود البطرك بيناتهم وكل التفاصيل التانية
تبقى مجرد تفاصيل. نحن طلبنا منهم شغلتين، يجوا على هالحشد الجماهيري إذا بدك، لأنه هالحضور مع البطرك بهالكثافة يعني كثيرا، وتاني دوزيام طون تاني وقت يجوا يصلوا مع البطرك. أول شيء هيك يزوروا له عاطفته وبتجمعهم وتحمل الشوب والشمس المحرقة هون، أنه رغم كل شيء نحن ما بهمنا، نحن حدك ونحن معك ونحن تنمشي بتوجيهاتك. طبيعي الناس بدهم ينأذوا، بس ما مش قادر اجي اشرح لكل واحد حيثيات هالموضوع. ما راح كتير يستصيغوا هالموضوع اهالي دير الاحمر، لانه بالنسبه لانهم البطرك هو مثل البي لالهم، بما انه صاحبه الدعوه الاولى هي المطرانيه، يعني اكيد تلقائيا الزياره طابعها رعوي بامتياز. برجع بسدد على كلمه طابعها رعوي ديني بامتياز. منتظرين من زيارته لهالمنطقة شيء روحي يتغير بالعالم، يرجعوا هالمهاجرين وهالنزوا على المدينة يرجعوا على بلدهم، يرجعوا يقولوا لا البطرك اجى لهون معناته نحن موجودين. نحن لما شفنا البطرك عم بيتعذب خلال هالأحداث، وخصوصي وقت اللي صار عليها الضغط ببكركي، نحن شفنا المسيح يعني من 2000 سنة كأنه هو بزيته البطرك كيف عم بيتعذب. بالنسبة لي أنا المسيح جاي زيارة حاج مثل لما المسيح فات على أورشليم، يعني يا ريت بنقدر نعبر قد فرحتنا، قد ما بنحب البطرك، قد ما عن جد الإنسان قديس، أنا بالنسبة لي قديس. البطرك رح يجي لهون يعمل انتفاضة روحية، معنوية، سياسية، إنمائية. نتمنى بزيارته هيدي كل العالم تجي، كل العالم تساعدنا وتقف معنا. نحن ضايع هون صحيح مقام سيد بشويات، مقام من اهم مقامات بلبنان، بس برضه كمان مش بس انه يكون في عنا مقام، في عنا حجر، بدنا بشر. يا ظلي مبسوطه في قد الدنا، كانه المسيح نزل على الارض. قد ما انا مبسوطه بالبدرك، نحن بنكبر عندنا بتكبر اذا البدرك اجى لنا. مثل العاشقه ناطره الحبيب يرجع من سفره طويله تياخدها على سفره ثانيه اطول، ناطرة دير الأحمر اطلع عليها بسمة بطرك استثنائي. بطرك أخذ معه كل لبنان على مسيرة الحرية والإيمان، وطالع الدير تياخد الدير من جديد على مسيرة تجديد الإيمان، تيضل هالصليب مرفوع. للأحلام وللأغراب.